إحياء الزيارة الشعبانية، زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شعبان. هذه الزيارة زيارة خاصة، وهي من الزيارات الثلاث المتميزة إلى أبعد الحدود. زيارة الخامس عشر من شعبان، وزيارة عرفة، وزيارة عاشوراء، هذه الثلاث. فلنحيي هذه الزيارة بشكل أفضل فأفضل فأفضل. خلي يكون لنا قدم صدق عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الوقت نفسه، أنه نسعى من الآن فصاعدا، لساننا لسان خير عندنا، لساننا قلمنا، ليل نهار يكون ذكرنا وفكرنا وحديثنا مع الناس وفي مواقع الانترنت، هو أنه انهضوا بالزيارة الشعبانية. خلي العدد يبلغ 20 مليون، لما لا؟ بل في رأيي لازم في الزيارة الشعبانية يكون 20 مليون، في زيارة عرفة كذلك، في العاشر كذلك، حتى بل ليالي الجمعة. ليش مثلا 1 مليون واحد يزورون؟ خلي يزورون 15 مليون واحد، شنو الإشكال في ذلك؟